يعني لو اقدر اتكلم على بعض الامور الخاصه، الناس اللي بياخدوا تكافل وكرامه والحاجات دي، هم ولا بنزودهم في لا 2021؟ يعني احنا في البند الموجود في الموازنه هو محطوط 19 مليار جنيه للصرف على تكافل وكرامه. يعني انت لو عاوز تجمع فيبقى عندك 19 مليار جنيه تكافل وكرامه، عندك 85 مليار جنيه دعم رقيق العيش والسلع التموينيه، عندك 170 مليار جنيه لصناديق المعاشات، عندك في استمرار دعم للكهرباء، وعندك في استمرار دعم برضه لانبوبه البوتاجاز وبعض الحاجات اللي هي في المواد البتروليه مهم ان احنا نستمر بدعمها. طبعا بالتاكيد مع انخفاض اسعار البترول دعم البترول هيقل، لكن عندنا في بعض الحاجات زي ما قلت انبوبه البوتاجاز على سبيل المثال هنستمر بدعمها. لكن مجموع الباب كله على بعض بتاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه حوالي 323 مليار. عندي دعم للتأمين الصحي، عندي دعم لحاجات كتير، يعني مثلا على سبيل المثال بيبقى عندنا في الباب دوت اللي بنصرف منه على شراء القمح المحلي وشراء القمح المستورد، فالباب دوت بيبقى شامل كل انواع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه اللي هو الباب الرابع اللي احنا حاطين فيه 323. يعني انت لو حضرتك قعدت تقول كده مثلا الباب الاول انت حاطط فيه حوالي 335 مليار، الباب الثاني بقى اللي هو نفقات الدوله اللي هي بتسير الوزارات والمحافظات، وفي بقى نسدد الكهرباء بتاعت دواوين العمل والميه والادوات المكتبيه والسولار بتاع العربيه، كل الكلام ده كله ده محطوط 100 مليار. حاطين يا فندم الموازنه على البترول 21 دولار النهارده، البترول برنت 23، تكساس 20، وفي انهيار في اسعار البترول، حضرتك عامل لي موازنه على 61 دولار ازاي يا فندم؟ اقول لك ازاي. اي فندم، في سنه مش اللي هي احنا فيها دي اللي قبلها كنا في وقت واحنا بنعمل الموازنه كان سعر البرميل يعني حاجه و40 وتحت ال 40. اي فندم، وساعتها عملنا البرميل ب 67، واتقال لي نفس اللي حضرتك قلته ده بالظبط. عبال ما جينا يعني الموازنه احنا بنعملها من سبتمبر، بنبدا نعمل فيها لغايه ما نسلمها رسمي لمجلس النواب ميعاد الدستور 31 مارس. واتقال لي نفس الكلمه دي. اكتوبر كان سعر برميل بترول 88 دولار. فانا بشتغل على اساس انه يعني لازم احصن الموازنه، والا هتبص تلاقي لو لا قدر الله سعر برميل بترول زاد، طب ما يقولوا ازاي ولا هتعمل ايه؟ فانت يعني العالم بيمر بظروف استثنائيه، كل طيارات العالم على الارض النهارده. طب ولما تبدا تطير كل مصانع العالم النهارده تقريبا واقفه. طب ولما تبدا تشتغل ساعتها لو طلع برميل بترول وبقى حاجه و80 هتعمل ايه؟ طبعا لا، ما احنا لازم ناخد في اعتبارنا الوضع الطبيعي للحركه، ويبقى عندنا سيناريوهات للتعامل مع الاوضاع الاستثنائيه، لانه النهارده انت بتكلمني على وضع استثنائي. نعم. لو ربنا كرم وجينا على اخر ابريل وموضوع كورونا ده انتهى، يا رب اللي هيحصل كله هيجري على براميل البترول. بس العالم مش متوقع كده. النهارده بريطانيا بتتكلم على 6 شهور بالنسبه لهم حد ادنى، او سنه كحد اقصى. بتكلم على بريطانيا اليوم بيتكلموا في هذا الامر، انه لحد نوفمبر والست شهور بعدها، يعني بنتكلم على سنه. بريطانيا بتقول كده. خليني اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل يا فندم. عدم التيقن هو سيد الموقف. ايوه. فكلنا بنقول بريطانيا بتقول وامريكا بتقول وده بيقول وده بيقول، انما ما هي الصين كانت اول واحده وكان متوقع انها تقعد فتره طويله. الصين بتتعافى النهارده. النهارده بدات تطير طياراتها وبدات القطارات وتشغل مصانع وتشغل المصانع والقطارات دلوقتي بتنقل الانتاج من عندها في اوروبا، وحركه حركه الحياه رجعت تقريبا تاني للصين بعد شهرين ونص 3 شهور. فانا اللي انا عاوز اقول لحضرتك يعني احنا زي ما احنا النهارده في ظروف استثنائيه، وزي ما احنا الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا
بان احنا بندير بلدنا في الظروف الاستثنائيه، احنا لازم نكون عاملين احتياطاتنا لما بعد الظروف الاستثنائيه. امبارح كان معانا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي في مداخله مطوله، وسالت